وحول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف السيد أحمد الحاكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل. بعد التحية سيد أحمد، يعني هل لك أن تطلعنا على الاستعدادات التي اتخذتها وزارة العمل للتأكد من سير هذا القرار بشكل صحيح؟ وكالعادة من كل عام، باشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، وتم تزويد المنشآت بنشرات إرشادية إضافة إلى أعداد مطويات وإعلانات بلغات متعددة تتضمن إرشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة العمل. وكذلك تم تقديم ورش عمل لمشرفي السلامة المهنية في منشآت القطاع الخاص لإطلاعهم على مستجدات والاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل. نعم سيد أحمد، وما هي رسالتكم لأصحاب العمل خلال هذه الفترة؟ يهدف تطبيق القرار إلى حماية العمال وتأمين سلامتهم من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية خلال هذه الفترة من العام، والتي تشهد فيها مملكة البحرين ارتفاعا في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة. اسمحي لي أن أدعو أصحاب العمل وخاصة مسؤولي السلامة وجميع العاملين في قطاع الإنشاءات للالتزام بتطبيق القرار حفاظا على سلامة وصحة العمال. نأمل بالصيف آمن للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. السيد أحمد الحيكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.